المهم التاني فضل واقف مكسوف، مكسوف من ربنا انه يمشي، مكسوف ان يطلع الله عليه يلاقيه ما بيدورش على حاجة في الدين، يلاقيه اعرض اعطى ظهره لمكان في دين، لبيئة ايمان. تقول له انت بتعمل ايه؟ لك الشغل والحياة، انت فين الدين في حياتك؟ فين؟ بتروح درس؟ لا. بتحفظ قرآن؟ لا. بتأمر عرفت منكر؟ في شغل دعوة ماشي فيه؟ لا. ماشي مع حد في حاجة معينة؟ لا. طب هتكمل ازاي؟ طب ما ده نوع من انواع الاعراض، ما دي بيئة الايمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها آوى الى الله. يعني تعبير انك من غير بيئة ايمان، من غير صحبة، من غير مكان تجدد فيه الايمان، المكان ده بقى درس، صحبة صالحة، حفظ القرآن، من غير مكان تجدد فيه الإيمان أنت بلا مأوى. اللي بلا مأوى ده يسهل اختطافه، بلا مأوى يسهل أن ينتزع في لحظة، أي شيء ممكن ينتزعه، وظيفة حرام، مكان يضيع فيه، مباحات مبالغ فيها، ممكن يضيع في لحظة بلا مأوى اللي من غير بيئة إيمان ده. فاستحيا أنه يمشي حتى لو مش لاقي مكان، يا رب أنا هفضل واقف لغاية لما يتفتح مكان، لغاية لما الاقي فرجة، إن شاء الله أفضل واقف كده لغاية. فجلس خلفهم، خلاص أنا هفضل قاعد أهو مش ماشي. الله عز وجل لم ينساه. فين القصة المشهورة اللي بتروى بتاعت حدير لما جه وفد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل واحد منهم جائزة، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي حديرا، وانصرف الناس وحدير ما خدش، لكن استحى، اتكسف ان يطلب، فسكت ومشي. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم انك نسيت حديرا، ارسل خلفهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه ناس يجيبوهم، وادى الايه الحدير الجائزه بتاعته. ربنا ما نساهوش، هو استحى، ربنا ما نساهوش. حدير لما خد الحاجه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هو مشغول بمعاملة ربنا، فقال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. اللهم كما لم تنس حديرا، هو ما انشغلش بالحاجة اللي خدها، انشغل بمعاملة ربنا. شاهد انه لما استحيا وكسف ربنا ما نساهوش. في ناس بتعتقد ان هي بتوه في الزحمة، في ان في صغور في الدين وناس بتزحم وبتخبط وممكن اخلاق سيئة من بعض العاملين، فيفتكر انه راح، او انه ضحى بحاجه في الدنيا وما بقاش مشهور او ما عملش حاجه في الدين فكده راح. لا، ما فيش حاجه اسمها راح دي عند ربنا، ما فيش حاجه اسمها كده. لما جه من الغزوه وبيسالوا، بيكلموا سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عمر بيسالهم مين اللي ما اللي قتل فلان وفلان وفلان، فالراجل بيقول له وفلان وفلان واخرون لا نعرفهم ولا تعرفهم. في ناس في الزحمه كده ما نعرفهمش ولا انت تعرفهم، مش مهم بقى هم مين، المهم ناس ماتت في الزحمه. فقال عمر لا يضرهم أن عمر لا يعرفه ولكن الله يعرفه. مش مهم أن اللي قائم على دواء يبقى عارف، أو أن حد يبقى عارف أنت بتعمل إيه. أنت ممكن تعتقد أن في ناس ماتت كده وراحت في الزحمة، لا ما راحتش، طالما فضل واقف وجاهد واستحيا أن ينصرف عن واقع الدين لن ينساه الله. زي ما استحيا، شوف التعبير، فاستحيا فاستحي الله منه. دي بقى ما تتشرحش، يعني استحي زي آواه الله دي، مهما اتكلمنا ما تتشرحش. استحي الله مني، شوف بقى ربنا يديله ايه اللي استحي الله منه ده. ده ربنا يديله ايه؟ ربنا مش هيرجعه زعلان ابدا ابدا، يوم القيامه ده لا يمكن يرجع زعلان. تخيل ان واحد يجي يوم القيامه يقول له يا رب انا فضلت واقف ما رضيتش امشي، ما لقيتش وغيري دور وانا كنت ضعيف، ده ربنا مش هيرجعه زعلان ابدا. فاستحي الله منه.